العدالة المهنية والعدالة الاجتماعية والحكومة سبعين زيان بركة من جهتك وتصريف ولد الشعب. عبد الله العلالي نائب رئيس الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، اليوم ننظم كاتحاد وطني وقفة احتجاجية أمام البرلمان اليوم 25 فبراير 2024. ننظم هذه الوقفة إطار واستمرار برنامج نضالي شهر فبراير، علما أننا قمنا بتنظيم وقفة أمام وزارة انتقال الأمن وإصلاح الإدارة والتي كانت وقفة ناجحة. اليوم نحاول أن نرسل رسالة أخرى للحكومة من أجل تسوية هذا الملف والذي نظمنا عليه كاتحاد وطني منذ حوالي أكثر من 10 سنوات. اليوم نطالب عاجلا بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف محوره هو العدالة الأجرية كباقي الأطر المماثلة، وكذلك نطالب بالزيادة في الأجور ولا سيما أن هناك غلاء للمعيشة وأن هناك نسبة تضخم جد مرتفعة. كذلك نطالب بإضافة درجتين، درجة جديدة ودرجة استثنائية بطبيعة الحال من أجل تسوية هذا الملف. اليوم كذلك نطالب من الحكومة بشكل مستعجل من أجل تسوية هذا الملف، وكذلك نقول بأن المتصرفون غاضبون، متصرفون يحتجون لأنه وضعيتهم جد مزرية، ونرسل هذه الرسالة مرة أخرى للحكومة من أجل تسوية هذا الملف عاجلا. نضالية للمرأة الأمامية، تحية نضالية للمرأة الأمامية. من تربيات حتى تسميات اضراب المسيرات، اضراب المسيرات الاضراب المسيرات، اضراب المسيرات الاضراب المسيرات، اضراب المسيرات الاضراب المسيرات، اضراب المسيرات الاضراب المسيرات، اضراب المسيرات. أمين العقل عضوة مكتب التنفيذي للاتحاد الوطني متصرفات المتصرفين المغاربة، الوقفة اليوم كتجي من أجل تفعيل البرنامج النضالي الذي ابتدأ بوقفة احتجاجية، واليوم كتجي هذه الوقفة احتجاجية اللي مرفوقة بالإضراب العام ديال المتصرفين ديال جميع القطاعات والمؤسسات العمومية. الوقفة ديالنا كتجي من أجل رفض الاعتبار ومن أجل القول الكلام السديد للحكومة اللي على رأسها العزيزة خنوش، النظر إلى ملف المتصرفين الذي عمر طويلا منذ 2011 وقبله 2004، اتفاق 2011 الذي لم يستفد منه متصرف وبقي في الرفوف إلى يومنا هذا، 20 سنة من الحلف، 20 سنة من التهميش، 20 سنة من الإقصاء، 20 سنة من عدم النظر والأذن الصماء اللي موجودة على مستوى المتصرفين. نحن نطالب الحكومة ووزارة المالية بالخصوص النظر وأخذ بعين الاعتبار من المتصرفين بالجدية والمسؤولية، وتحية نضالية عالية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.